هل سمعت عن الملح الوردي أو ملح هيمالايا؟ ما يميز هذا النوع من الأملاح هو مصدرها، فهي مستخرجة من أماكن قريبة من جبال الهيمالايا وتحديداً منطقة البنجاب الباكستانية. وبالنظر إلى مكوناته، فإن الملح الوردي يتشابه مع ملح الطعام في استخداماته، إن كان في الطهي أو في إعداد الأكلات الموسمية أو في الحفاظ على الطعام. ويعرف عن هذا الملح لونه الوردي الذي يرجع إلى أنواع المعادن الموجودة فيه، فهو مكون كيميائي يحتوي على 98% من كلوريد الصوديوم، أما النسبة الباقية فتتقاسمها معادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والزنك والحديد والسيلينيوم والفوسفور والنحاس والبرومين. وفيما يحكى عن أن الملح الوردي هو الخيار الأفضل لمن يعانون من ضغط الدم كبديل للملح العادي، تشير دراسات إلى أن من يحبذون هذا النوع من الملح يبررون ذلك بكمية الصوديوم الأقل، ورغم ذلك فإن درجة ملوحته أقوى من نظيره العادي.